طيب لو محتاج شحن لعبة وورزون موبايل أو أي باندل، أي حزمة موجودة داخل اللعبة أو مش موجودة داخل اللعبة أساسا، يعني أنت ما محصلها، فسجاد التاجر راح يوفر لك هذه الحزمة وهذه الشخصية وتحصلها بحسابك بأفضل العروض وأرخص الأسعار. رابط راح أخلي لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. وأيضا بالنسبة للجزائريين وباقي الدول العربية متوفر شحن أي غرض تريده داخل اللعبة. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. شباب أكيد أني بعد المراجعة الشاملة وبعد التجربة أكيد أني راح أفيدكم الحين بآخر تحديث صار معنا، اللي خبرتكم أنكم لا تستعجلوا في تحديثه إلا بعد ما يعني تم حل كل المشاكل، فخلاص يعني تحمل التحديث ما عندك أي مشكل. وهذا التحديث هو قبل الطرح العالمي، أعتقد بنسبة كبيرة جدا أنه ممكن يكون هذا التحديث ما قبل الأخير أو الأخير إلى غاية طرح الموسم الثالث بحول الله. ايضا في هذا الفيديو راح اعطيكم اهم الاشياء اللي راح نذكرها، واللي هي فيما يخص التحديث والاصلاحات اللي قام بها واللي جابها هذا التحديث، اللي هو ب تحديث 3.35. هذا هو الاصدار الحالي يا شباب اللي راح نتكلم عنه في هذا الفيديو ونعطيه مراجعه شامله. فالاصلاحات اللي راح اذكرها في هذا المقطع، اذا انت صادفت مشكل اي مشكل من هذه المشاكل سابقا وتم اصلاحه حاليا، فانصحك انك ترجع تحمل اللعبه ما عندك اي مشكل باذن الله. ضف الى ذلك بين قوسين شباب، انا ما راح اذكر لك انه هذا التحديث فعليا واو خلاص يعني ورجع اللعبه لمكانتها وغيره، لا، يعني اعتبره تحديث مقبول جدا نوعا ما مقارنه بالطرح العالمي والمشاكل اللي صارت في بدايه اللعبه، لكن مبدئيا هذا التحديث فعليا يستاهل انك ترجع تحمل اللعبه اذا ذكرت احد المشاكل اللي قامت باصلاحها الشركه في هذا التحديث. اول شيء يا شباب فيما يخص الاجهزه اللي تشتغل على ادرينو 650، اللي كانت يعني تخلي بعض اللاعبين تعطيهم يعني محتوى عفوا جوده صوره اعلى مما تسمح به اجهزتهم، فهذا كان يؤدي لاداء ضعيف للاجهزه دي، فتم اصلاح هذا المشكل. من بينها ايضا اصلاح التضليل بالاضافه الى بعض المشاكل الخاصه بالتشوه البصري لما تدخل اللعبه وتشاهدها، يعني في ممكن بعض الاحيان تصير حتى باللوبي، انا شخصيا كانت تصير معي وكانه صوره اشعه تطلع معك، هذا المشكل ايضا تم اصلاحه شباب. بالاضافه الى انه كانت بعض الاجهزه تتوقف عن اعدادات رسوميات اقل من المطلوب على ذاك الجهاز او المواصفات الخاصه بذاك الجهاز، ايضا تم حل هذا المشكل. بالاضافه الى الاجهزه اللي كانت يعني تطلع لهم انه مش ممكن انه يثبت اللعبه على جهاز ولو انه عنده مساحه كافيه، ايضا تم حل هذا المشكل. بالاضافه ايضا للاجهزه اللي خاص اللي كانت تعطي اعدادات اف بي اس غير دقيقه وغير صحيحه، واللي كانت يعني تطلع معك دوما جدا مرتفعه وكانت سبب رئيسي في ارتفاع درجه حراره الجهاز، ايضا هذا المشكل تم حله. يعني في هذا التحديث كل المشاكل اللي جاي اذكرها الحين هي حلول اللي قامت بها الشركه بعد هذا التحديث، واكيد انه كل هذا الكلام من موقع الشركه، يعني مش كلامي انا بس، وكيف هذا كلام الشركه. المهم هذا فيما يخص بعض المشاكل اللي انا ذكرتها الى الحين، بالاضافه الى انه بعض الاجهزه اللي كانت يعني وهذا اعتقد انه كان ايضا مشكل رئيسي جدا وانا تكلمت عنه سابقا، لانه بعد ما تحمل اللعبه كاول مره كانت تاخذ معك وقت كبير جدا من اجل انها تكمل تحميل المحتوى العالي الجوده على جوالك، فيعني تدخل تلعب جيم تلاقي حراره بالجهاز، بالاضافه لانه اداء ضعيف جدا للعبه، دروب فريم يعني مش ممكن انك تلعب، تكسير بالصور بجوده الصور، فهذا المشكل ايضا تم حله وتم اصلاحه بشكل مباشر يعني حتى قبل الطرح القادم للموسم الثالث، فهذا اعتقد انه بنسبه كبيره يعني شيء جميل جدا انه يحل هذا المشكل. ليش؟ لانه كان سبب رئيسي للناس اللي ما تعرف واللي تكلمنا سابقا انه لعبه وورزون موبايل بعد ما تحملها وتحدثها ضروري انك تلعب يعني جيم 3 4 5 ممكن تلعب يوم كامل، الاساس انك باليوم الثاني تلاقي اللعبه انها ضبطت معك ومش يعني وتلعب طور البترول بالاضافه الى الطور الجماعي، هذا يعني كان سبب رئيسي ايضا في ظهور ديك المشاكل. ايضا فيما يخص بعض الاجهزه اللي كانت يعني هي غير مدعومه اساسا وتسمح لهم بتحميل اللعبه وبعدها كان لما يدخل اللعبه تطلع له انه وحده معالج الرسوميات غير مدعومه، هذا المشكل ايضا تم اصلاحه. ممكن بعض الاجهزه اكيد انها انشالت وفي بعض الاجهزه ظلت مؤقتا اوكي الى غايه الشركه يعني تستكمل تطوير اللعبه، مش عارفين يعني سنتين الى الحين ما استكملوا التطوير،
وزي ما ذكرنا سابقا النقطة السلبية الوحيدة هي استغناء شركة اكتيفيجن على شركة تنسنت، يعني لما كانت بكود موبايل يا اخي كانت جاهزة من اول يوم. زين، فيما يخص ايضا بعض المشاكل اللي كانت تطلع معنا في على بعض أجهزة الآيفون 15 أيضا تم إصلاحها، بالإضافة إلى أنه فيما يخص اللاعبين اللي كان يطلع من الجيم وبعدين ما يرجع يدخل، يعني ما يرجع الخادم إلى اللعبة ويصير معه عطال متقطعة داخل اللعبة، فأيضا تم إصلاح هذا المشكل. بالإضافة إلى أنه الحين صار يمكن أنه اللاعبين يرجعون، يعني تدخل الجيم بعدين إذا طلعت فعندك وقت وجيز ومدة زمنية قصيرة فيمكن أنك ترجع بها للجيم اللي كنت أنت تلعب فيه. لكن هذه الميزة حاليا هي يتم إدراجها بشكل تدريجي للاعبين، يعني مش كل اللاعبين راح تطلع لهم، في ناس راح يرجعون للجيم، في ناس لما يطلع ما راح يرجع للجيم. هذه تقريبا أهم الإصلاحات اللي صارت معنا في هذا التحديث اللي خبرتكم هو ب 3.5، هذا التحديث اللي قبل الموسم الثالث بإذن الله. الحين نغلق قوس التحديث يا شباب، الحين راح نتكلم فيما يخص المحتوى الخاص بالموسم الثالث بإذن الله، اللي راح يكون أول موسم رسمي خاص بلعبة وورزون موبايل بعد الطرح العالمي. فمن الجيد جدا أنه هذا الموسم راح يكون فيه شخصية جدا مميزة، واللي هي يعني حتى تطلع راح يطلع من أيضا شخصية سنوب دوغ اللي راح تكون أيضا شخصية متواجدة معنا في البط باس، بالإضافة إلى شخصية مكاروف، بالإضافة إلى أنه في شخصيات أخرى راح نسردها لكم بإذن الله في هذا المقطع. وأيضا حتى كتنويه بسيط شباب، يعني لو تلاحظون أنه حتى مدير الإنتاج الخاص بلعبة وورزون يعني هيكيدا ذكر أنه في يعني الشركة بعد ما سوت هذا التحديث كانوا مشتغلين مع استوديو آخر، يعني مع ناس تانيين من شانغهاي اللي يسمح لهم يعني بتحسين أغلب المشاكل المتواجدة حاليا. فنتمنى أنه يستمر هذا الشيء مع ناس يعني ذو كفاءة من أجل أنهم يحسنون اللعبة ويخلي كل الناس تلعب زين. يعني صارت لك، والمشكل أنه حتى أغلب الشركات صارت، يعني حتى أرينا بريك أوت يعني شاهدتم المنشور اللي خاصة على حسابها الرسمي، بالإضافة الحين إلى حتى لعبة بلود سترايك أيضا سوت يعني الاثنين، يعني صار الكل يتنمر على الثاني. وسبب ولكن الضحية واحد هو شركة اكتيفيجن فيما يخص لعبة وورزون موبايل. فنتمنى أن الشركة تأخذ العبرة ويكون لها رد في الميدان، يعني تصلح اللعبة بشكل كبير وتخلي يا أخي الناس يسحبون من دوك الألعاب ويجون لعبتها، فهذا اللي نتمنى أكيد. المهم هذا فيما يخص اللي ذكرتكم شباب، يعني بين قوسين. ايضا اذا لاحظتم حتى على متجر جوجل بلاي تم تغيير اللوجو واضافه كلمه نيو باللون الاصفر على لوجو الخاص بلعبه وورزون موبايل، فيعني محاوله لكسب الجماهير اكثر واللاعبين اكثر بعد المشاكل اللي صارت معها في اول طرح عالمي سابق. الحين راح نتكلم عن البطل باس وغيره، واهم شيء راح اوضح نقطه مهمه جدا هنا فيما يخص البطل باس البلاكسيل. البلاكسيل دوما شباب راح تكون الشخصيه الاولى اللي تكون في اول تاير، يعني قبل بدايه التاير الاول راح تكون شخصيه بلاك جولد، وراح يعني بالغالب بالاضافه لانها راح تكون شخصيه حصريه في كل موسم، يعني ما راح تلاقي شخصيات باسمها في المواسم القادمه. اوكي، وراح اتكلمكم عن هذا الموضوع باذن الله في الحلقه الجايه. الشخصية اللي راح تكون معنا في هذا الموسم راح تكون شخصية بالإضافة إلى سلاح، زي ما توفرت معنا الشخصية السابقة اللي كانت باسم جوندوي، بالإضافة إلى سلاح آخر كان خاص بالشخصية، فأكيد أنه راح يكون حصري وعنده كيل إيفكت وديد إيفكت. فهذا أنصحك وبشدة يعني ظروفك مواسية أنك تشحن بلاكسيل أحسن. الشخصية اللي راح توفر معنا في هذا الموسم هي ستيسيز، هذا هو الاسم الشخصية اللي راح تتوفر. السلاح حاليا مش واضح اسمه، أعتقد ممكن يكون الأسلحة اللي موجودة معنا سابقا، يعني ما راح يكون الأسلحة اللي راح توفر في الموسم الجديد. بالإضافة إلى أنه في الموسم هذا القادم بحول الله راح تكون شخصية مجانية لسجيل الدخول خاصة أيضا بلعبة وورزون موبايل، يعني سجيل الدخول اليومي، مش عارف في أي يوم تحصلها، لكن راح تكون شخصية مجانية متاحة معنا بحول الله في الموسم الثالث بإذن الله. بالإضافة لأنه راح يتوفر معنا بعض الأسلحة اللي راح تكون معنا في الموسم القادم، اللي هي راح يتوفر معنا سلاح أسولت رايفل SMG، بالإضافة إلى سلاح ثانوي، وإضافة إلى سنايبر بإذن الله. هذه هي أهم الأسلحة الأربعة اللي راح تتوفر معنا في الموسم القادم. الشخصية زي ما خبرتكم يعني شخصية جدا ممتازة حسب ما شاهدت
من يعني نشر الشركة لبعضها في بداية التلميحات، فنتمنى أنها تكون على قد المستوى. أيضا كتذكير شباب، بإذن الله في الموسم القادم بعد الطرح العالمي، بعد الموسم الثالث، راح تكون معنا يرجع نظام العجلات إلى لعبة وورزون موبايل. نظام العجلات بمعنى أنه ما راح يكون لوكي دراو في لعبة وورزون موبايل، وإنما راح يكون باسم ديكيب، وهذا يعني الشركة تطرقت إليه يعني حتى قبل الطرح الخاص بلعبة وورزون موبايل. أكيد أنه راح يكون في حلب للسي بي وللفلوس وغيره، أكيد أن الشركة ما راح تشتغل ببلاش والمطور ما راح يشتغل ببلاش، فأكيد هذه أيضا فرصة أنه الشركة تسحب منك فلوس أكثر من أجل أنك تحصل بعض الأغراض اللي ممكن أنها ما تستاهل وتكون مش عارف، يعني ممكن تكون في حزم وباقات أخرى أفضل بكثير إذا كان يعني أسلحة ما فيها كيل إفكت أو ديد إفكت، بالإضافة إلى أنه يعني الشخصية ما تكون تستاهل ولا أي شيء، فمش عارفين. وأيضا حتى تسعيرة العجلة مش عارفين كيف راح تكون، لأنه حاليا الأسعار كلها موحدة، فننتظر بإذن الله إلى غاية طرح العجلة الثانية اللي راح تكون معنا. ليش؟ لأنه سابقا تم طرح عجلة سابقة ولكن ما كان فيه تفاعل على ديك العجلة ولا شحن للناس كثير لديك العجلة، لأنه يعني تقريبا الكل سئم من نظام العجلات داخل اللعبة. بالإضافة لأنه راح يكون معنا شخصيات من المشاهير راح توفر كحزم مدفوعة بإذن الله في الموسم القادم، وهذه أكيد أني ما أصحك أنك تضيعها لأنها راح تكون من الأشياء النادرة جدا بإذن الله داخل اللعبة. فيما يخص أيضا الماب اللي راح يتوفر معنا بإذن الله في الموسم القادم، راح يكون ماب روستيا شباب، راح يكون ماب للطور الجماعي، وأكيد أنه إحنا منتظرين، لكن راح يكون بصيغة المودرن وورفير يعني 2019، راح يكون معنا مش بصيغة المودرن وورفير 3 الحالية، يعني ما راح تكون النسخة ديك المحدثة، إنما النسخة القديمة. بالإضافة إلى الطور أو مود الغنائم اللي هو بلوندي يا شباب، اللي راح يتوفر معنا بإذن الله في نسخة الجوال، وراح تكون كأول مرة يتوفر معنا هذا المود داخل اللعبة، لأنه ما توفر معنا سابقا، وتقريبا لمود جمع الفلوس وغيره. يعني بالنسبة للناس اللي لعبة المنصات الثانية تعرف هذا المود جيدا، أكيد أنه راح نتطرق لهذه التفاصيل بشكل كبير. ليش؟ لأنه حتى الطرح العالمي، وأكيد أنه راح نشرح لكم باقي التفاصيل بحول الله. أيضا فيما يخص مستوى اللعبة، يعني لما تدخل يعني الليفل اللي يخصك في اللعبة راح يتم أيضا ترقيته من المستوى 450 المتواجد حاليا في الموسم الثاني، ابتداء من الموسم الثالث إلى غاية المستوى 650. اوكي، وفي بعض الاسلحه اللي راح تحصلها يعني لما توصل اي مستوى بحول الله في هذا اللعبه، يعني تكون اسلحه خاصه بتلفيل المستوى، سلاح واحد يعني تقريبا. المهم تقريبا هذه هي اهم التفاصيل اللي راح توفر معنا في الموسم الثالث يا شباب، وهذه اهم تفاصيل التحديث اللي صار معنا شباب، فحبيت اشارك معكم هذا الفيديو، بالاضافه لاني اتمنى ان لا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركه المقطع، وانتظروني باذن الله في قادم الحلقات اللي راح نتطرق اليها ايضا في محتوى خاص باللعبه سواء ايا كان. المهم انه المحتوى اللي يفيدكم فاكيد انه راح نسرده معكم بحول الله. وفيما يخص التحديث شباب، يمكن انكم تحملونه ايضا، موجود على متجر جوجل بلاي وعلى متجر اب ستور، يعني تقريبا المشاكل اللي انحلت على المنصتين ولكن بشكل اكبر على منصة الاندرويد. فانت اذا كان عندك سبب او مشكل من المشاكل اللي انا ذكرتها وتم حلها في بداية هذا الفيديو اللي ذكرتها وشرحتها، فيمكن انك تحمل اللعبة وتلعب عادي ما عندك اي مشكل. لكن بين قوسين ايضا شباب، يعني حتى بعد التحديث انا عندي مشكل، ولو انه معالجي يعني تقريبا قوي، عندي مشكل بالصوت، عندي مشكل بالصوت داخل الجيم، ممكن بسبب برنامج التصوير، لانه لما العب بدون تصوير فالعب مرتاح، حراره الجهاز يعني مش يعني لساتها ترتفع حتى نكونوا صادقين يا شباب، لكن مش للدرجه اللي كانت به سابقا، يعني انها ما تخليك تلعب جيم، ممكن حتى انه المعالج يطلعك برا الجيم زي ما صار معي سابقا وشاركت معكم ذاك المقطع. المهم هذه هي اهم التفاصيل شباب، اتمنى لا تبخلوا علي بلايكاتكم، دمتم في الله وحفظه، اشوفكم على خير وسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.